عم بتفاوضوا باسم لبنان، عم بتفاوضوا باسم شريحة كتير كبيرة دفعت الثمن وبعدها وما زالت عم تدفع الثمن ورح تدفع الثمن. مشان هيك اليوم المفاوضات يلي عم بتصير نحن أبدا ما عنا أي ثقة فيها، ما عنا ثقة لأنه شفنا كتير منيح إدارتكم للبلد مين ما كنت تكون، لأنه أنت اليوم كنت طرف، اليوم كنت طرف وما زلت طرف، ونحن ما بنقبل الأطراف تكون عم بتفاوض عنا مين ما كنت تكون وشو ما كان اسمك. اليوم دعوة لنا جميعا نكون واعيين، واعيين لأنه أبسط شغلة التسوية رح تكون على حسابنا، على حساب الشعب يلي مثل ما قلت دفع الثمن ورح يدفع الثمن. دايما التسويات ثمن الترقيع، وكل ما عم نرقى كل ما البلد عم ينهار مع مسؤولين مش خرج يستلموا مسؤولية، مع مسؤولين هن أمراء حرب، مع مسؤولين هن تجار هيكل، ويجب طردهم من الهيكل من أجل إعادة الإعمار. بلدنا بيستاهل اليوم يكون في عنده باقة من المسؤولين النضاف، من المسؤولين يلي ما تلوثت إيديهم لا بالمال الحرام ولا بالدم ولا بالإجرام. بلدنا اليوم بيستاهل إنه يكون عم يرجع انتمائه وانتماء الأشخاص المسؤولين عنه، انتماء لبناني صرف، انتماء لشعب البري، انتماء لأرض المقدسة، مش انتماء للخارج ولمصالح خارجية ولمشاريع مشبوهة. إذا بتريدوا وقفوا مفاوضات عنا يلي عم بنادي من أجل رئيس، نحن اليوم ما بدنا رئيس، لأنه بعرف أنه الرئيس رح يكون صورة على حيط ويتحمل كل التبعات وكل الجرائم وكل التراكمات يلي تركتوا له إياها بقلب البلد، وترجعوا نتيجة عدم صلاحياته تكونوا عم تتناتشوه كل واحد صوبه، ويا ويله إذا ما عمل بحسب مصالحكم رح يكون بنهاية المطاف صورة وعم تطوى وعم تنشال عن حيط. رجاء اليوم بدنا نكون واعيين كشعب لبناني، واعيين كأشخاص مؤتمنين على هالأرض وما عليها، خاصة على مستقبل أولادنا، لحتى نقلن بكفي يلي عملتوه بالبلد، بكفي يلي سرقتوه من البلد، بكفي يلي وصلتونا لإله، حالكن ترحلوا وتتركونا بسلام. الخارج فليرحل والداخل بما فيه من إجرام وتجارة فليرحل، وهذا الشعب يفرز طبقة سياسية نظيفة تكون عم بتدير البلاد والعباد. والله معكم.